بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الحمد لله الحمد لله. ابني يعني أنا فخورة بيه، مصر كلها فخورة بيه، وكلنا عايشين يعني الحمد لله برضا ربنا وفي حمى سيادة الرئيس. وربنا يخليك لينا سيادة، ربنا يخليك يا فندم ويبارك في عمرك ويبارك لنا في مصر كلها. والله ابني من ساعة ما اتخرج هو في سينا، ما جاش القاهرة خالص، كان 11 سنة من ساعة ما اتخرج من 2011 لحد ما استشهد وهو في سينا. قاعد من العيد الصغير لحد قبل العيد الكبير لحد الاستشهاد، والله ما شفته، أنا ما شفتوش يعني حوالي شهرين بالظبط ما شفتوش، ولا كنت أعرف أنه أي حاجة. قلبي كان وجعني بس بقيت أدعيله، لذلك هو كلمني بس مرة يوم الجمعة قبل الاستشهاد بيوم، وكان قبل الاستشهاد بيوم ده كان يوم ترقيته، كان رائد 1/7 استشهر 2/7، خد المقدمة يعني خد الرتبة الأعلى. بس عند ربنا، هو عند ربنا كبير قوي، هو كان بر بيا، كنت يعني أول فرحاتي وأول حياتي ودنيتي. بس الحمد لله هو راح عند أحسن مني، وهو يعني مع الصديقين والشهداء إن شاء الله، وربنا يعني يحمي مصر كلها ويحمي شبابنا كلهم ويحمينا كلنا. وفي ظل سيادة الرئيس ربنا يبارك في عمرك ويخليك لينا، ويخليك لينا ذكر لينا يا فندم، والله ذكر لينا وفخر لينا كلنا، ويعني بنفتخر ان احنا مصريين وولادنا مش واحد ولا اتنين، ده ملايين وكلهم فداك يا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.